مشروع السيارة الشمسية من جامعة خليفة في أبوظبي كان عبارة عن مشروع طلابي، أكثر من 17 طالب في الهندسة الميكانيكية والكهربائية عملوا لمدة سنتين في تصميم وبناء سيارة تعمل بالطاقة الشمسية، ودخلنا سباق أبوظبي للسيارات الشمسية، والحمد لله حصلنا على المركز الثاني دوليا، وفي كانت عندنا عدة جوائز أخرى. القصد الرئيسي من هذا المشروع هو دفع عجلة التطور في التكنولوجيا النظيفة في المواصلات. تعمل السيارة الشمسية على تحويل الطاقة الشمسية بالكامل إلى طاقة كهربائية نستخدمها مع الموتر حتى تكون عجلة السيارة للأمام. في كثير أجزاء من هذه السيارة اخترناها بعناية حتى تكون كفاءتها أعلى درجة ممكنة.